اهلا وسهلا، كديرين؟ صافا بخير، لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد، جوله جديده اليوم اختارت لكم. غادي نتسيروا في هروره، غادي نكتشفوا جميع بالنسبه للناس اللي مده ما جاوش لهروره ولا شحال من هاد شحال من يوم ما زاروهاش، يكتشفوا معنا ويتسيروا معنا ونشوفوا الاجواء في مدينه تمارا بالضبط في هروره. نديروا واحد جوله خفيفه ونكتشفوا هذا المكان مع بعضياتنا، خوتي واخواتي الاعزاز. الخوت، قبل ما نبداو الجوله ديالنا، الا كنتو اول مره كتفرجوا معنا في القناه، ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا خوتي واخواتي الاعزاز. قناه مروان فلوغ، قناه ديال الخروج، ديال المساريات، ديال الاكتشافات، نكتشفوا جميع معنا، تكتشفوا معنا هاد البلايص. اي بلاصه مشيت ليها ضروري غادي نشارك معكم ونتسارعوا مع بعضياتنا. كنا كنعرفوا هاد الشريعه الخوت كيفاش كان وكيفاش ولا تبارك الله تغير بزاف، وماشي غير هاد الشريعه، يعني هروره كامله تغييرات من بعد الاصلاحات اللي دارت من مورا الكونفينمون، كل شيء تغير تبارك الله. هاد القنطره هادي الخوت اللي ندوزو عليها سميتها قنطره محمد السادس، يعني تعاودت التوسيع ديالها، تغيرت بزاف. تحية كبيرة لرجال الأمن خوتي وخواتاتي الأعزاز. نتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم، ما تنساوش تخليونا التعليق ديالكم، تخليونا الاقتراحات ديالكم، شنو تبغيو تشوفوا، الجولات اللي تبغيو ندير لكم، أي حاجة بغيتوا تكتشفوها خلوها لي في التعليق، وإن شاء الله غادي نساريكم وغادي نتساراو جميع ونكتشفوا أي حاجة زوينة إن شاء الله في المدينة ديالنا، لا في مدينة تمارا ولا رباط ولا أي بلاصة خوتي الأعزاز. وبصراحة معكم وليت نخرج، وليت كنتسارى، وليت نكتشف معكم بزاف الأماكن، هادشي كامل بالفضل ديالكم خوتي الأعزاز. خويا اختي، دابا نتوما تتفرجوا ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير. ما تنساوش الخوت ان لي لايك ولي كومونتير انكم راه كتشجعوني انا وكتدعموا القناه انها باش تبان بزاف وباش باش تشاف بزاف. بالنسبه للقناه، قناه مروان فلوغ خوتي، بصراحه كاين واحد المطعم زوين هنا، كنت جيت لي شحال هادي وكنت شاركت معكم في القناه هنا في هذه البلاصه هادي، سميتو اغاشام، مطعم سوري زوين بزاف بصراحه. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الا بغيتو تجيو ليه وتكتشفوا هذا المكان الرائع، الرايه المغربيه، البلاد ديالنا العزيزه، الله يحفظها ويخليها لينا يا رب. قف، نديرو الماركه وقف باش ما يوقفوناش البوليس، ونكملوا الجوله ديالنا خوتي العزاز. والله الا الصراحه الناس اللي مده ما جاوش لمدينه تمارا بالضبط في هروره غادي يلاحظوا الفرق، وغادي يلاحظوا ان تغيرت بزاف وتغيرت الاحسن بالنسبه للاصلاح، بالنسبه حتى القهوي، حتى القهوي كيف كتشوفوا معنا راه تغيروا الاماكن ديالهم، تغيروا الاصلاح، داروا واحد باركينغ قهوه هنا ولكن مازال ما بداش باركينغ، تيهز تقريبا شي على ما اظن تقريبا شي 200 سياره او حتى نقلب عليها ونشارك معكم ان شاء الله. باركينغ ديال هروره معروف، يلا دار مني كان اصلاحات هنا. واخوتي العزاز، والله يجازيكم بالخير، ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير، حيت بزاف الناس تبارك الله كيتفرجوا في الفيديو ولكن كيتسقرموا على لي لايك ولي كومونتير. ما فيها باس ديروا لايك، ديروا كومونتير، علاش لا ديروا اشتراك تحت من الفيديو، غتلقاو واحد الرابط ديال القناه بالاحمر، اشتراك، ديروا له اشتراك، واحد الاشتراك كاين واحد الجرس صغير ورا ديروا له تفعيل باش دائما توصلوا بالجديد ديالي خوتي الاعزاز. بصراحه رمضان قرب، ما بقى والو خوتي الاعزاز، ان شاء الله غادي نحاول في رمضان، بصراحه غادي يكون عندي الوقت، غادي يكون عندي الوقت موجود، تنخرج مع الربعه من الخمسه، لا تنخرج مع الربعه من الخدمه،
يعني عندي الوقت الكافي نصور لكم لي فيديو ونشارك معكم بزاف البلايص، ولكن راكم عارفين نتوما الكونسيبت ديالي في لاشين انني كنحاول نشارك معكم منتزهات، نشارك معكم لي كافي زوينين، لي ريستورون وهذاك الشيء. ولكن بصراحه في رمضان راكم عارفين الاجواء ديال سيدنا رمضان كتبدل، غادي نحاول نشارك معكم بزاف الحوايج اللي بعادين على الكونسيبت ديالي، غير باش ما نقطعش الفيديوهات ونبقى دائما متواصل معكم، ونحاول ما امكن ان شاء الله نشارك معكم كل نهار فيديو او لا نهار ايه نهار لا. سيدنا رمضان في 30 يوم، الا شاركت معكم كل نهار غادي يكون 30 فيديو ان شاء الله، وين شاركت معكم نهار ايه نهار لا غادي يكون 15 فيديو. ونتمنوا ان شاء الله نكتشفوا بزاف الحوايج وبزاف الحوايج باغي نشارك معكم. كيف كتشوفوا على اليمين ديالي هذه هي الغابه ديال هرهوره، حتى هي غادي نجي وندير فيها فيديو ان شاء الله مع اخوكم تبارك الله كيدير سبور. ويلي 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 ما نعاودش لكم يعني راه ما كندير والو. اخوتي العزاز قبلوا عليا، رانا صايق وكندوي، غير قبلوا عليا وصافي. بالنسبه لهذا الشطر، هذا الشارع هذا اللي دايزين منه دابا، تصوب في الوقت ديال الحجر الصحي، ديك طروام اللي جلسنا فيها في الحجر الصحي الاول، يعني في اول ما بان كورونا عندنا في المغرب. هذا الشارع هذا تصوب في الوقت ديال الحجر الصحي، يعني تغير بزاف كيف كان كيف ولا، ولا كيدي على ثلاثة وكيجيب على ثلاثة، يعني تغيرت بزاف. بصراحة انا ما بغيتش ندير فيديو وندير لكم موسيقى ونبقى نهضر معاكم، لا بغيت نهضر ونتواصل معاكم ونتحدث معاكم، وإلا عندكم شي حاجة بغيتوا تقولوها لي تقولوها لي. دابا غادي نضرب الرومبوا ونرجع، ما بغيتش ندخل الرباط، بغينا نبقاو غير في هرهوره ان شاء الله، ونشوفوا النفق ديال هرهوره، نشوفوا القصر الملكي، نشوفوا كازينو، مسارية خفيفه، وان شاء الله نتمنى تعجبكم هذه الجوله الخفيفه. هذا البحر هذا حتى واش نهار غادي نجي ونشاركوا معكم تشوفوه معايا الاجواء ديال البحور قربوا. مازال ان شاء الله غادي نعرفكم على بزاف لي بلاج كاينين في التماره، الصراحه طب. شنو نقول لكم، كيف كتشوفوا معايا المساحه الخضراء تبارك الله موجوده، يعني بالنسبه للجماعه ولا المسؤولين ديال هذه البلاصه هذه يعني مكلفين بها وعطينا اهميه كبيره تبارك الله. وما نساوش يعني اشوف الخوت بصراحه من سميتو سمحوا لي ما نكروش واحد الجميل، ان هادشي كامل بالفضل ديال جلاله الملك محمد السادس الله يحفظه والله ينصره لينا ويخليه لينا. ولكن واحد السيد هو اللي بدل تماره، والرباط راكم شوها كيفاش ولات، هو السيد يعقوبي. كان والي ديال جهه طنجه الحسيمه، يعني راكم شتو الشمال كيفاش ولا بالفضل ديال محمد اليعقوبي، سميتو محمد اليعقوبي. تغير الشمال، وسيدنا الله ينصرو جابوا له الرباط، باش بصراحه يعني كانوا تعثرات ان الرباط ما كملوش الاشغال ديالها باش ترجع الرباط عاصمه الانوار. ايوا سيدنا جاب اليعقوبي هو اللي عطاه المسؤوليه ديال الرباط والنواحي، راكم تشوفوا الرباط يعني ولات فيها المساحه الخضراء، ولاو فيها الالعاب ديال الاطفال، ولاو فيها بزاف المرافق، ولاو فيها بزاف المنتزهات، يعني تعاودوا الاصلاح ديالهم. نحاول ما نزربش في الهضره وما نزربش في الطريق باش تستمتعوا معايا بهذا المنظر الرائع والمنظر الجميل خوتي الاعزاء. ونتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخير، وإلا عندكم شي اقتراح، عندكم شي حاجة بغيتوا تشوفوها، يعني شي بلاصة مشتاقين أنكم تزوروها، وهذا الشيء كامل منساوش الجالية المغربية اللي كتبعنا خارج المغرب، شكرا بزاف. ما نقدرش نحدد الدول حيت بزاف الدول كيتبعوني، شكرا لكم بزاف لي خطاكم خوتي العزاز. راكم كتشوفوني غادي بشوية كاين واحد الرادار خصني ما نفوتش 60،
غادي بشويه ما قادينش ما قادين على شي مخالفه ديال 300 درهم ولا 500 درهم، اللهم نمشيو بشويه علينا. بالنسبه للكافي بصراحه ما عمري ما شاركت معكم لي كافي ديال هرهوره، ولكن شي نهار غادي ندير شي وقيته ونجي ونشوف الاثمنه ديالهم، ولكن الاثمنه غادي يكونوا مناسبين يعني ما يكونش غاليين بزاف، ولكن غادي نتقاسم معكم وغادي تشوفوها معي ان شاء الله. مازال بزاف الحوايج باغي نشارك معكم وبزاف الحوايج باغي نشارك معكم في القناه، ولكن ان شاء الله مع المده ان شاء الله تزيد القناه تكبر والحمد لله غادي تتكبر بالفضل ديالكم. هنا كان واحد الكلوب سميتو كازينو، لا كلوب ياسمين، شنو كلوب ياسمين شتو توقف يعني تسد، يمكن غادي يعاودوا الاصلاح ديالو او لا توقف كاريمون ما عرفتش بالضبط. وكنت شاركت معكم واحد المطعم رائع في هرهوره سميتو شي الوزاني، عند الوزاني راه هنايا هنايا هنا هنا بالضبط، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. هو المطعم ديال اغا الشام، ما غاديش نطلع من الفوق، غنفضل ننزل من النفق ونديروا الجوله ديالنا ونديروا الاكتشاف ديالنا. اخوتي العزاز كاين حتى واحد القهوه داروها جديده هنا سميتها بول، ولكن تعادوا عليها بالنسبه للثمن يعني مرتفعه بزاف، مازال ما جيتش ليها بصراحه. كنحاول نشارك معكم الحوايج اللي يكونوا فيها الاثمنه منخفضه، ولكن ضروري ضروري غادي نختار شي وقيته ان شاء الله في الصباح نجي ندير فيها الفطور ونشارك معكم. حتى هذا النفق هذا بصراحه سهل الطريق بزاف على الساكنه ديال مدينه التماره هرهوره. كيف كتشوفوا في اليمين ديالي هذا كيقصر، يا اما قصر ديال شي واحد امير اماراتي او سعودي، المهم مزوج بمغربيه، هادشي اللي عارف، ولكن الا عندكم شي معلومه فيدونا بها اخوتي العزاز. تبارك الله، شوفوا القصر يا اما ديال شي واحد يا اما سعودي ولا اماراتي، ما نكذبش عليكم، ولا عندكم شي معلومه فيدونا بها اخوتي العزاز. وبصراحه هنا كاين القصر ديال سيدنا الله ينصرو، سيدنا سيدي محمد الله يطول ليه في العمر ويخليه لينا. راكم كتشوفوا معايا في اليمين جا على كازينو، بلاج ديال كازينو تحت هو كنت شاركت معكم، ولكن بصراحه ما عرفتش الخوت كنت شاركت معكم والناس ما عجبهمش لي بلاج ديال كازينو. كنشوف لي كومونتير تيقول لك مصاخ وما نقيش وهذا، بصراحه ما عرفتش، خليوا لي الاراء ديالكم. انا بصراحه انا من 2013 وانا سكنت في تماره، ولكن ما عمري في حياتي ما تبحرت في هاد لي بلاج. انا غادي ندير لكم جوله في كازينو، غتمشيو معايا نديرو جوله خفيفه هنا في كازينو. بصراحه والله الا الخوت كنت معكم بصح، ماشي زعما كنت فلا عليكم ولا تنكذب، ما عمر في حياتي ما تبحرت لا في كازينو ولا في كيفيل ولا في سابلدور ولا في كونتر، ما عمري ما تبحرت في هاد لي بلاج. بصراحه لي بلاج اللي كنتبحر فيهم عندكم ملي كنمشي للشمال، وا كنتبرع في لي بلاج، كنتبرع واحد تبريعه خوار. بالنسبه كاين التي دوزت السيده هذه، كاين مولي بوست الهام، بلاج ديالو واعر حتى هو خطير خوتي العزاز. مازال حتى انا يلا درت قناتي يعني مده دابا عام تقريبا عام وشهر، ولا لا طالع في عام وشهرين القناه، انا درتها في لو ان 24 2020، يعني سنه يعني سنه وشي صريف. هادشي علاش خوتي العزاز بغيت ندير لكم جوله خفيفه هنا تكتشفوا معايا هاد البلاصه هادي وتسراو معايا. بالنسبه لهرهوره سميتو لا كورنيش ديالهم كبير تبارك الله، ما نقدرش نشارك معكم كامل، المهم شاركت معكم فيديو خفيف ظريف تبارك الله، في اكثر من 15 ثانيه، راه ماشي خفيف ظريف، خفيف ظريف هي في 2 دقائق ولا 3 دقائق سلامه. ولكن انا الصراحه ما بغيتش ندير لكم الموسيقى ولا شي حاجه، اللهم نهضروا ونتحدثوا مع بعضياتنا ونتقرب لكم وتقربوا ليا وتكون واحد العلاقه زوينه مع بعضنا. فين خلينا والله ما بقيت عاقل، لي بلاج.
وعندك بلاج ديال بوزنيق حتى هو كنتبحر فيه زويون تبارك الله. وان شاء الله نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، ونتمنى تكونوا تساريتوا معايا على الصباح اليوم، ساريتوا معايا على الصباح اليوم الحد. اللي تيقول لك الحد ما كاين حد راه كذاب. اليوم تبارك الله كتشوفوا معايا تبارك الله الدنيا عامره وفيها ما يتشاف، ولله الحمد يعني الشوارع توسعوا، يعني المساحه الخضراء، يعني كل شيء تنقى، وهذا شيء كامل راه قلت لكم بالفضل ديال السيد الله ينصرو. وحتى السكينه خاصها تحافظ، ما نطلعش منين جيت، غادي نبدل الطريق باش نبقاو نتحدثوا شويه قبل ما نختم معكم هذا الفيديو اخوتي العزاز. ما تنساوش تخليوا لنا الاراء ديالكم، التعليق ديالكم على الفيديو، وما تنساوش خوتي وخواتاتي العزاز اللي كيتبعنا باقي جديد وتفرج معنا في هذا الفيديو، ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا، وتوصلوا بالخرجات وبالجولات اللي كندير توصلوا بها نتوما الاولين. ان شاء الله قريب غنجي وندير شي قهوه في هذا البلاصه، في هذه القهوات هذه نختار شي قهوه ونشارك معكم، حيت بصراحه لي كافي راكم عارفين اكثر كنشارك معكم لي كافي ديال الرباط وديال السلام. ونتمنى ان شاء الله نستمر معكم وعواشركم مبروكه، والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه وطول عمر خوتي العزاز. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يغفر لنا الذنوب ديالنا والله يغفر لنا الخطايا ديالنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يبعد علينا اي مكروه، اي واحد باغي فينا الشر والله يبعده منا. منين ندوز من هنا ندوز على اليمين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يلاقينا مع الناس الزينه، والله يلاقينا مع اي واحد اللي قلبه فيه الخير ياتي الله، والله يبعد علينا الشر يا ربي. هاد الشارع الخد تا هو تصاوب في الوقت ديال الحجر الصحي، مني كان الحجر الصحي تصاوب وتغير تا هو بزاف. كان ضي اول حاجه ما كانش هاد الشارع، كان مسدود، ولكن عاودوا الاصلاح ديالو وكبروه حيت الناس تيبغيو يجيو للهرهوره، كيبغيو يجيو للغابه ديال الهرهوره، يعني تيلقاو مشكل في الطريق لا بالنسبه للنفق ولا هاد القنطره هادي. سهلت المأمورية ووصل قربت الطريق بزاف، وبغيت نشارك معكم وتشوفوها معايا. ومرحبا باي واحد كيتبعنا جديد سواء من المغرب او لا خارج المغرب او لا من المغرب العربي ولا من الدول العربيه، مرحبا بالجميع. وهذا هو الدور ديالي انا، كنبغي نشارك معكم المستجدات ونشارك معكم الخرجات ونشارك معكم الجولات ونشاركوا كل شيء زين. الخيبه بلاش، كل شيء زين خيبه بلاش. خوتي وخواتاتي العزاز غادي نختم معكم الفيديو، ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد بلاصه جديده مكان مختلف، ما بقى والو لسيدنا رمضان ان شاء الله، وغادي يكونوا جولات مختلفين. هادشي كامل غادي تشوفوه ان شاء الله على القناه ديالكم، قناه مروان فلوغ، قناه اللي قناه كل المغاربه الصغير الكبير. وكنشكر اي واحد، حتى كنشوف حتى الاعمار اللي كيتفرجوا في القناه، شكرا بزاف. عندكم من 18 سنه حتى ل 65 سنه، يعني هاد الفئات هذه كلها كتفرج فيا، شكرا بزاف لي خطيكم. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى نكون قد المسؤوليه، وان شاء الله نقدم لكم كل ما هو زوين ويكون في الاستفاده. ما عندنا ما نديرو بالحوايج اللي فيها التفاهه، اي حاجه زوينه تلقاوها معنا في قناه مروان فلوغ. ما نطولش عليكم خوتي العزاز، تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد بلاصه جديده دائما على قناه مروان فلوغ. والشعار ديالنا راه معروف، منا واليكم. انا كنعطيكم الفيديوهات وكنشارك معكم الجولات، وانتم يا كتعطونا لي لايك ولي كومونتير والاراء ديالكم اللي خطيكم، الله يخليكم ليا. كنحبكم وكنموت عليكم وكنحماق عليكم خوتي العزاز، تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله عن قريب.